السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة روزلاند. المقدمة طبعا كالعادة، ازيكم الأول عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الفرشة اللي بالكهرباء. تمام، كذا حد كتب لي في التعليقات عايز الفرشة اللي بالكهرباء واستخدامها وطريقتها وهل هي حلوة ولا لأ وكل الحاجات دي. انا جبت لكم النهاردة نوع هو الى حد ما كويس، وان شاء الله هحاول اجيب لكم نوع اعلى واقول لكم برضو الاخبار. تمام، هنبتدي النهارده نتكلم عن النوع اللي معانا ده، وهو سعره حلو قوي، يعني يعتبر ب 250 جنيه. تمام، المكوه اللي معايا دي او الفرشه اللي معايا دي ب 250 جنيه. تمام، هنبتدي نفتحها مع بعض ونشوفها. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا طبعا ونتكلم، زي ما عودتكم تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة لو لسه اول مرة تشوفوا القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا اللي بنعملها اول باول. تمام، معانا هنا الفرشة دي كده، اهي ده شكلها. هنبدأ نفتحها مع بعض. بصوا اهي ده اللون اللي معايا الاسود الموف، وتحت منها طبعا الوان كتير. ده الباور بتاعها اللي احنا شايفينه اللي هنشغل بيه الفرشة. هنبتدي نفتح الفرشة دلوقتي ونستخدمها ونشوف ايه الاخبار معاها بالظبط. يلا، ده شكل الفرشة اللي معايا النهاردة، وزي ما قلت لكم ده الباور بتاعها. طبعا دي ما بقاش ليها درجة حرارة، هي بتسخن كده، مبقاش ليها درجة حرارة خالص. هنبتدي بقى نطلعها ونشوفها. السلك بتاعها برضو طويل، وجاي معاها الكتالوج بتاعها، احنا طبعا مش هنفهم فيه اي حاجة. فهنبتدي نحطها في الكهرباء. بسم الله، شفتوا الزنة اللي زنتها دي؟ تاني كده ما زنتش تاني، بس ما علينا. بص ده الباور بتاعها اهي، دي كده المكوة اشتغلت. تمام، كده المكوة جاهزة ان هي بتسخن كده. المكوة او الفرشة جاهزة ان هي بتسخن. هنسيبها كده حوالي 10 دقايق، هي دي بتغيب شوية شوية عن البيبي ليس على ما تسخن. تمام، بيبي ليس في ثانية بتجيب معاكي، فالحلاوتها في كده. يعني لو انا بقارن بين الاتنين هستخدم طبعا البيبي ليس. تمام، اما بقى لو الناس اللي حابه ان هي بتنزل كل يوم كل يوم، ما عندهاش وقت البيبي ليز بقى، خصله وخصله والكلام ده، وشعرها اصلا ناعم وحلو، فهي دي عايزه الشعر يا جماعه الحرير، عايزه شعر ناعم. ان انت كده بتسرحيها، يعتبر انك بتسرحيه وبتديله حاجه كده زي الايه، كانك بتعملي استشوار يعني. فهي دي كده، هي كده سخنت خلاص. اديكم العلامه الخضرة دي، يعتبر كده سخنت اهيت. هتبتدي بقى تستخدميها عادي، هتبتدي تستخدمي الفرشة عادي خالص. طبعا في ناس عندها اقاويل ان احنا بنستخدم الفرشة، اقفلها بقى، في ناس عندها اقاويل ان احنا بنستخدم الفرشة على شعر مبلول. تمام، فدي حاجة غلط جدا 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 جدا، اوعانا اوعى حد يعملها. يعني زي ما قلت لكم يا بنات، بلاش نحط الفرشه على شعرنا وهو مبلول. طبعا الشعر لازم ينشف خالص، وتبتدي تستخدميها عادي. استخدمي بقى خصله خصله، ودي طبعا عايزه الشعر الناعم. مش هضحك عليكم واقول لكم بقى ان هي واو وبتفرد بقى زي ما بنشوف في جميع الفيديوهات، لا خالص، دي عايزه شعر ناعم. انك انت مثلا بنوتك شعرها ناعم، نازله المدرسه الصبح مش عارفه ايه بتاع جامعه، حد في جامعه بيعمل بومبي او قصه او الكلام الفاضي ده كله، فهي دي استخدامها لكده. تمام، حاجه سريعه وسهله وفيمينيت، يعني ما بتاخدش وقت، كانك بتسرحي شعرك في 5 دقايق وخلاص. بس دي الفكره في الفرشه. النوع اللي معانا النهارده نوع الى حد ما كويس. الفرشة بصراحة يعني في ناس حبايبي يعني استخدموا اللي هي الرش برش. تمام، فوالله العظيم ما في فرق ما بين النوع العادي خالص اللي هو ممكن نجيبه اصلا حاجات ب 200 جنيه ولا ب 100 جنيه ولا الكلام ده، ما بينها وما بين الرش برش. الفرشة ما بتعملش اي حاجة خالص، حتى الرش برش النظيفة في الفرشة ما بتعملش حاجة. تمام، اما الرش برش في البيبليس، انا ما قلت لكم قبل كده ان هي التوب يعني. اما الفرشه ما انصحش حد بيها خالص، مع ان هي موجوده عندنا في المحل.
بس انصح بيها الناس اللي شعرها ستريت، يعني الناس اللي عايزه شعرها يبقى فيه فرد سنه بسيطه، هو اصلا ناعم فدي هتبان في شعره تمام. اما حد بقى شعر مجعد ويستسهل الفرشه، والله ما هتعمل اي حاجه خالص. ودي الفرشه اللي معايا النهارده وسعرها 250 جنيه، عندنا هنا في روزلاند. بس زي ما قلت لكم هي بتشتغل ازاي، ده الباور بتاعها اهو، هيفضل ايد احمر 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 لحد ما ايد اخضر، تبقى كده اشتغلت خلاص. تبدأي تستخدميها على الشعر زي ما قلت لكم ناشف ومش مبلول، وبعد ما تعملي شعرك خالص كله بيها تبدأي بقى تعملي كده بسيرم وتمشيه على شعرك وخلاص، بس كده الموضوع سهل يعني تمام. وبكده يكون الريفيو بتاعنا النهاردة عن الفرشة اللي بالكهرباء، يا رب تكون عجبتكم وسعرها يكون عجبكم ان شاء الله. وهي موجودة عندنا ان شاء الله في المحل، وده شكل العلبة بتاعتها اهوت اهيت. طبعا صناعتها صيني يعني مفيش اي كلام. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب تكونوا استفدتوا بحاجة او افدتكم بحاجة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا بنات انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان الحاجات دي سيراميك، اللي هي السنون اللي طالعه الموف دي سيراميك. الحراره طبعا بتطلع من الاماكن اللي زي دي كده، شايفين دي اقرب لكم اهو، دي بتطلع من الاماكن اللي زي كده الحراره وبتبدا تتوزع. لما بتسخن كل حاجه من دي بتسخن بتطلع بقى الحراره بتاعتها، ف الحرارة بتوصلها من هنا عشان نبقى عارفين بس الفرشة شغالة ازاي. اهوت زي ما احنا شايفين كده، وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية، مع السلامة.